هناك مضامين مثل مثلا المضمون الذي يفسر الفاتحة بأنها المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. لسنا بحاجة إلى تفسير مثل هذا، من الممكن تفسير الفاتحة تفسيرا يتطابق مع التزامات. ولقد ظهر في عالمنا اليوم أناس أشبه ما يكونون بالشياطين، بل إنهم فوق الشياطين في مكرهم وكيدهم وحقدهم. منهم واحد له خرجات دائمة، خرج مؤخرا وتقيأ أعزكم الله، وقال إننا يجب أن نلغي تفسير النبي للفاتحة، هكذا قال على رؤوس الأشهاد، قال يجب علينا أن نلغي، انظروا إلى هذه الوقاحة إلى قلة الأدب، أن نلغي تفسير النبي للفاتحة لأنه لم يعد مسايرا للعصر ويتعارض مع المواثيق الدولية. هذا المخلوق لا أريد أن أذكر اسمه لأن الزمان والمكان أشرف من أن يتلوث باسمه، وهذا لا يستحق الرد، وإنما نقول له يكفيك ما فيك فرجيعك في فيك، وإن الأمة تعظم نبيها رغما عن أنفك وأنف الذين يضعون اللقم في فيك. إذا التقت الرقاعة مع البشاعة ولدت هذه النماذج المخزية عياذا بالله، وهو من خلال دعوته إلى إلغاء تغيير الفاتحة فإنه يدعو إلى إلغاء تفسير القرآن كله، لأن الفاتحة هي أم الكتاب. هو تكلم تحت مظلة حرية التعبير، ونحن كذلك نتكلم من تحت نفس المظلة حرية التعبير، ولكل وجهة هو موليها ومولاها، والله ولي كل نفس ومولاها. أقول له كما قال الشاعر: علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. وكما قال الآخر: أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. وكما قال الآخر: أرى حمرا ترعى وتعلف، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى، وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى. حقيقة مثل هؤلاء لا يستحقون الرد لأنهم لا وزن لهم ولا قيمة، كما قال الشاعر: وإذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. وكما قال الآخر: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقال بدينار، ولكن الغيرة على الدين وعلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هي التي تدفعنا إلى الكلام. ولكن أقول له كما قال الشاعر: والله لئن لم تنتهي لدعوت الله أن يبتليك بأربع، فأس ومقطف وقفة ثم على ظهرك بردع. وهذه الأمور معروفة أنها تكون على الحمار أعزكم الله.